مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه انطلاقتنا لشوطنا الثامن على التوالي. نتمنى لجميع الأخوة التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم للمشاركين على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. إذن الانطلاقة تبدأ، ومع شوط القعدان الحقائق 3 كيلومترات مسافة هذا الشوط، ونتمنى للجميع التوفيق في هذه المشاركة للأخوة الذين تواجدوا في هذه الانطلاقة والمشاركة في هذا اليوم. إذن نتواصل معكم ومع مقدمة الشوط. ممدوح تعود مكيدة سيد غانم بن علي بن ذيب الحاجري هو من يحتل المركز الأول، يليه مباشرة في المركز الثاني تاريخ تعود مكيدة للسيد ربيح فالراجل طيب العجمي هو من يحتل ثاني المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث. موفق تعود ملكيته لسيد ناصر بن مطر الفضلي، بينما نرى المركز الرابع البالوم لسيد حمد مسعود بن شير المري يحتل المركز الرابع. ننتقل مباشرة إلى خامس المراكز، البحيري وتعود ملكيته لسيد سالم بن فالح ابن مدهش الحاجري من يحتل المركز الخامس. المركز السادس سوغال سيد فراج محمد، فراج مبارك، مبارك بن فرزان، نعم مبارك بن فرزان القحطاني بالفعل اللي هو سوغان شارك في هذه اللحظات. هناك ايضا حشيم للسيد الشنار بن محمد الهاجري، بينما انا ارى منهي للسيد راشد بن علي حمر المري يتواجد هذه اللحظات التاسع المراكز. المركز العاشر الرمادي للسيد عبد الله بن شويمي الهاجري. هذه نتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى بالوفاء والتمام كاملة مكملة لحضراتكم. وننتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء إلى المراكز الأولى، المنافسين الذين يتنافسون في دائما في مقدمة الشوط. 1500 متر 1500 متر مشاهدينا الكرام هنالك عن نهاية هذا الشوط، ولا زال البالوف للسيد حمد مسعود الشير المري هو من يحتل المركز الأول، بينما نرى التاريخ 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 للسيد ربيح فراج الوطيب العجم محمد بن حسين هو من يتابع تاريخ الذي احتل المركز الثاني. المركز الثالث موفق لناصر بطر الفضل المركز الرابع. يا سلام يا سلام هنالك أرى أبو واصل السيد حشر بن ظفر الهاجري يتواجد في رابع في رابع المراكز. للسيد حشر بن ظفر الهاجري مجري بالفعل، السيد حشر بن ظفر الهاجري هو من احتل المركز الرابع. المركز الخامس اللي هو صغير سيد مبارك بن فرزان القحطاني اللي يحتل المركز الخامس. لو كنا نعود الى مقدمة الشوط الى البالوم، البالوم اللي سيطر على مقدمة الشوط على مقدمة الشوط والمنافسين الذين يتنافسون على مقدمة الشوط. هنالك يا حمد يا بن مسعود مجري مجري واصل مجري واصل اللي وصل في ثاني المراكز وصل في ثاني المراكز. يا سلام يا سلام ها هو مجري ها هو مجري بالفعل غير من موقع إلى موقع ووصل مشاهدينا متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط. لكن تاريخ 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 في ثالث المراكز لربيح بن فراج الوطيب العجمي. لكن يا سلام ودع الجميع بهذه اللحظات. هنالك هنالك مجري مجري اللي ابتعد عن الهجر المشاركة. اذا تهانينا تهانينا والناموس للسيد حشر بن ظفر الهاجري على فوز مجري والمتابعة وعملية التضمير عند السيد فاضل بن ظفر الهاجري. تهانينا والف مبروك لحصول مجري على المركز الأول. تهانينا تهانينا والف مبروك. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا الف مبروك. المركز الثاني اللي هو البالوم سيد حمد سعود الشير، المركز الثالث تاريخ لربيح فراج العجمي، المركز الرابع لمبارك فرزان القحطاني، المركز الخامس لسالم الدجل الهاجري، وأيضا شعر سيد راشد بن علي الحمل المري تواجد في هذه اللحظات، وأيضا شعر سيد ناصر المطر الفضلي. تهانينا إذا مشاهدينا متابعينا
الكرام لحصول مجري على المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، استودعكم الله بالشوط القادم.